الأهلي هيتأثر في كأس العالم للأندية بالإصابات والغيابات اللي عنده؟ اكيد اكيد هيتأثر. هيتأثر طبعا، بس يعني برضو الاهلي بمن حضر زي ما بيقولوا، لكن في نفس الوقت برضو انت عندك لعيبه كويسه ممكن توظفها افضل من كده، ممكن لعيبه خبرات موجوده مش مصابين، اعتقد النادي الاهلي ممكن يظهر مظهر الى حد ما مشرف في بطولة كاس العالم، حتى لو ما عندوش اللعيبه اللي انت بتقول عليها اللعيبه المصابه في واللعيبه بيرسي تاو وبدر بانون وصلاح محسن في وكذا لعيب خبرات ان شاء الله، الشناوي وحمدي فتحي يكونوا خفوا يعني يا رب ان شاء الله باذن الله ان شاء الله ربنا يشفيهم شوف بس ويعافيهم. يا رب المنتخب بس ربنا يوفقهم بكره كده ان شاء الله متفائلين وبعدين نحلها حلها. هم ادونا تفاؤل الماتش اللي فات والراجل نفسه ادانا تفاؤل الماتش اللي فات بان هو وظف اللعيبه صح وحط تشكيل صح وتغييراته كانت مظبوطه والدنيا مشيت الحمد لله، وان شاء الله باذن الله نبارك لهم على صعود بكره. اخر حاجه بقى بالنسبه لكابتن طارق يحيى، التدريب ايه الاخبار؟ لا انا في موجود، خطوه قريبه موجوده كان بقول لك كان يمكن من انت قلت لي عندك عرض في المغرب من شهر كده، من شهرين لا عرضين عرضين كان من شهرين اختلفنا في الاول لا السنه اللي فاتت جالي عرض بس انا كنت في الزمالك فالزمالك ما رضيش وبعدين مسكت الفريق الاول سبحان الله الزمالك بعديها بفتره صغيره اللي هي الفتره الشهرين دول، بعد كده جددوا الكلام وخلاص اوكي ومسافرين، اختلفنا في المقابل المادي ونادي تاني للاسف بعد ما اتفقنا على كل حاجه الطيران قفل ما عرفناش نسافر. كان مسافر معايا امير عبد العزيز على فكره يعني امير عبد العزيز كان مسافر معايا الفتره دي قبل ما يجي عندك في البنك الاهلي وفي السعوديه دلوقتي في السعوديه دلوقتي، كنت خلاص مخلصين كل حاجه لكن للاسف الطيران قفل عشان الكورونا فما عرفناش نسافر، بس الحمد لله يعني بيجي عروض ان شاء الله باذن الله باذن الله، وان شاء الله الفتره الجايه يبقى فيه عروض ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. كابتن والله انا سعيد ان انت كنت موجود النهارده معانا في كوره كل يوم، انا اللي سعيد بكره نبارك لبعض بعد الماتش المنتخب ان شاء الله ان شاء الله. اشكرك كابتن طارق، سلمنا على كابتن حسن كتير الله يخليك كابتن طارق، وحشنا جدا الله يخليك كابتن طارق.